Zombie Apocalypse. السلام عليكم يا شباب، ورجعنا في فيديو جديد. وفيديو النهارده هنتكلم مع بعض عن طريقه عمل تقنيه الاي دي بطريقه بسيطه جدا. بس طبعا قبل ما ابدا الفيديو لازم تنزل تعمل لايك للفيديو وتشارك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات وتتفرج على الفيديوهات اللي في حفاه دي وتفيدك جدا. وخلينا نخش في الفيديو. اول حاجه هنحتاج تطبيق اسمه اوديو لاب، وطبعا الطريقه دي انا اول مره اشرحها على اليوتيوب، يعني دي اول مره تتشرح على اليوتيوب العربي، ولكن هي طريقه بسيطه جدا وسهله، وفي ثانيه واحده هتخليك تعمل التقنيه الاي دي على الاصوات بتاعتك وانت لابس السماعه بطريقه بسيطه جدا. اول حاجه تفتح التطبيق كده بالشكل ده. طبعا في طرق كتير لعمل تقنيه الاي دي، منهم ان انت مثلا تقدر تستخدم التطبيق كين ماستر او تعملهم على الكمبيوتر، لكن طبعا الطريقه دي افضل بكتير لان دي انت بتخليك تتحكم بسرعه الاغنيه ما بين او الصوت اللي انت مشغله ما بين الودنين بتوع السماعات بتاعتك، يعني السرعه مثلا. فبالشكل ده اول ما ندخل كده بنلاقي واجهه التطبيق كده باللغه الانجليزيه. طبعا تقدر تغيرها عن طريق تدخل على الاعدادات دي وتيجي هنا، في عندك هنا حاجه اسمها الدارك مود ممكن تضغط عليها كده بالشكل ده، وعندك اللغه ممكن تخليها لغه عربيه بالطريقه دي كده. كده التطبيق كله تحول للغه عربيه وبقى دارك مود كمان. فطبعا احنا الخيار اللي احنا يهمنا هو خيار الاي دي بالشكل ده كده هتفضل تنزل، ولكن طبعا لازم تكون منزل النسخه اللي انا هسيبها لك تحت في الوصف اسفل الفيديو عشان دي النسخه البرو من التطبيق. اما طبعا في النسخه المجانيه على متجر بلاي بيكون فيها تقنيه الاي دي، مش شغاله، طبعا لازم تدفع فلوس عشان تفتح تقنيه الاي دي بالشكل ده. وهتلاقي عندك هنا موسيقى كتير، طبعا تختار بقى الموسيقى او الصوت اللي انت عايز تضيف عليه التاثير بالشكل ده كده، وهاجي مثلا على التاني واحدة دي وبس كده. وبكده يبقى انا كده عملت تقنية الاي دي. طبعا انا بقى بحرك بقى السرعة ما بين الودنين عن طريق اللي باجي حاجة هنا اسمها ديوريشن دي بالشكل ده، كل ما زودها اهي بالثانية، يعني مثلا دي التأثير ما بين الودن وودن في ثانية واحدة، هنا دي بقى كده مثلا 9 ثواني، بقى دي 15 ثانية بين كل ودن وودن، فدي بتحرك السرعة. وعندك هنا حاجة اسمها وحدة التخزين، دي حاجة اللي هي الارتفاع بتاع الصوت، وده الصوت بيتضخم ولا لا، ولكن طبعا دي نرشح ان احنا نعليها على اعلى حاجة او على حسب مزاجك. وطبعا دي التضخيم بتاع الصوت. وعندك الانسداد ده لو انت زودته على الاخر كده بيبدأ اللي هو يكتم الصوت نهائي، مثلا كده مش هتسمع حاجة خالص، هتلاقي الصوت مكتوم، ولكن طبعا لازم تخليه كده. وطبعا بقى نجرب كده الطريقة. بالشكل ده هي كده المفروض اتطبقت، ولكن طبعا عشان انا مش لابس سماعه فانا مش عارف التاثير ده شغال ولا لا دلوقتي. فطبعا زي ما انتم شايفين كده الطريقه اشتغلت بطريقه بسيطه جدا. دلوقتي هتلاحظ ان الصوت بيجري ما بين الودنين بتوع السماعات، ومثلا لو انت زودت كده بتزود بقى اللي هو الثواني او بتزود الوقت اللي بيجري فيه الصوت ما بين السماعتين بالشكل ده كده. ده ابطا حاجه، وهتلاحظ ان الصوت ماشي بطيء جدا، وده اسرع حاجه، هتلاقي مثلا بين كل حركه والتانيه ثانيه واحده، وهنا مثلا 6 ده كويس. وهنا بقى عندك الارتفاع زي ما انا قلت كده ان انت تحس ان الصوت محيطي اكتر ولا لا، وهنا عندك التضخيم بتاع الصوت، وده انسداد الصوت لو انت عايز الصوت مكتوم ولا لا. بس ولما طبعا لما بتخلص بتيجي هنا على زرار بتضغط على علامه الترس دي بالشكل ده، تضغط عليها وتحفظها، ولكن طبعا انا مش هفكر عشان مش عايز احفظها دلوقتي وبس كده. فكان هو ده بقى فيديو النهارده. اتمنى الفيديو يعجبك، متنساش تعمل لايك للفيديو وتشارك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اجدد الفيديوهات وتتفرج على الفيديوهات اللي بحرفها دي هتفيدك جدا. وطبعا لو انت عندك اصحاب عايزين يعملوا التقنيه دي ممكن تبعت لهم الفيديو برضه يستفيدوا. وسلام عليكم.